قعدتك لحالك ما بتدل على خير أبدا، مو مبين إذا كنت متفائل ولا مسودة الدنيا بوشك. فاروق بيك إجا. وبده ياني بكرة سلمه البضاعة. صناديق مليانة أسلحة وعشرة مليون دولار. كأنه الشيطان عم يلعب براسك رامو. اصحك تتهور وتنزع كل شي ابني. ما بدي شي يأثر عليك ويطلعك عن الطريق الصح. إذا ما رحت سلمت البضاعة هاي ليلتي الأخيرة رح تكون. هذا الشيء أكيد. بس بضل هالشيء أحسن لنا. من سنين طويلة وقت اجت أمك وجابتك لهون كان منظر جسمك بيقطع القلب من الجروح. سألتها قالت لي علقت بالأسلاك. ضليت كل الليل عم تبكي وتتوجع من هالجروح وما في حدا وقف جنبك غير أمك. كيف طلعت بوقتها؟ طلعت مشطب وعم بنزف. يعني ما حدا وجع عنك ولا حس فيك، مو هيك؟ وهي هي القصة رامو. هلأ وضعك مانو مختلف عن هديك الحالة. مثل ما كنت علقان لحالك بالأسلاك وما حدا ساعدك، هلأ رح تعلق لحالك مقابل تحميهم. ومو أي علقة كمان، ما تواخذيني عمي فداء، فكرت رامو لحاله. تعال جود تعال، أنا أصلا كنت طالع. بعتذر منك. لا ابني فوت.